قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا، طمنا على حاله الطقس، نتعرف منها كمان على اخبار الشوارع والمحاور المختلفه، كمان تعرفنا على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد، صباح الخير بسنت، صباح الخير والسعاده على كل المصريين في كل مكان. فعلا النهارده عندنا كمان جوله مريه، دي يمكن هنبدا بيها، لكن خلوني اصبح على حضراتكم اقول لكم ان احنا هنبدا معاكم بجولتنا المريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، وخصوصا ان الناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، هنلاقي كثافات مروريه بسيطه متحركه. اما اللي مكمل اعلى كوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر في برضو كثافات مروريه بسيطه، ولو رحنا الى طريق صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطه، ولو كملنا لحد الاخر هنلاقي ان الكثافات بتقل وبيبقى في سيوله مروريه ملحوظه بتوصل لحد نفق الطيران، وبعد ما بنوصل للنفق هترجع مرة تانية الكثافات المرية عند تقاطع صلاح سالم وكوبري المرغني. أما مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم فهو مغلق حتى منتصف أغسطس، وده بمعرفة الإدارة العامة للمرور وتزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا إلى ميدان الفاروق ذهبا. بالنسبة لطريق الكورنيش في بعض الكثافات المرية عند المظلات، لكن بيكون في سيولة مرية بتقل بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع حتى ميدان التحرير. اللي مكمل في الطريق ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرورية. خلونا نكمل جولتنا بشوارع الجيزة والإدارة العامة للمرور. أعادت حركة السيارات على محور 26 يوليو باتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان، وده مع استمرار تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان اتجاه 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث اللي تم إنشاؤه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كيلومتر تقريبا، ثم العودة إلى الطريق من جديد، وده بينتج عنه بعض الكثافات المرورية المتحركة، وبتظهر أيضا كثافات على محور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشوارع السودان لكنها متحركة، وفي نفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وكمان بتظهر كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. بالنسبة لشارع الهرم بيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، وبتظهر كمان كثافات بمنطقة مشعل وكثافات بسيطة حتى من شارع العشرين حتى الطلبية، لكن في كثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق. كمان بتظهر كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. نروح لمحافظة القليوبية، القادم من السلام وموقف العاشر متجه لبنها بيفضل طريق شبرا بنها الحر اللي بيشهد سيولة مرية حتى تقاطعه مع الدائري الإقليمي. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة يكمل أفضل في محور العصار الطريق الزراعي، كمان القديم بيشهد كثافات مرورية قبل الطريق الدائري بتزيد تحت الطريق الدائري، ده بسبب أعمال التوسعة وإنشاء كوبري دوران للخلف. في أيضا كثافات بسيطة قبل ميدان المؤسسة. نكمل جولتنا المرية ونروح للأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرية متقطعة ونسبية بتكون واصلة لحد طريق الحرية لحد هناك، ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي في كثافات مرية أخرى واصلة لحد محرم بيك ولشارع عبد القادر الغرياني. لكن بالنسبة لطريق الكورنيش في كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستالي ومنطقة ميامي، وبالنسبة كمان لو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. ودلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ من الدولار الأمريكي، سعر البيع 18 جنيه و90 قرش للبيع و 18 جنيه 82 قرش للشراء، اليورو 19 جنيه و8 قروش للبيع 18 جنيه 99 قرش للشراء، جنيه استرليني 22 جنيه 41 قرش للبيع 22 جنيه 31 قرش للشراء، الفرنك السويسري 19 جنيه 37 قرش للبيع
19.28 جنيه للشراء. اليوان الصيني 2.79 جنيه للبيع، 2.78 جنيه للشراء. الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5 جنيه وقرش للشراء. دينار كويتي 61.46 جنيه للبيع، 61.18 جنيه للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5.14 جنيه للبيع و5 جنيه و12 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، هنبدا معاكم من عيار 18 اللي سجل النهارده 845 جنيه للجرام، عيار 21 986 جنيه للجرام، عيار 24 1127 جنيه للجرام، واخيرا جنيه الذهب وصل لتبع 3888 جنيه. خليني اخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في ارتفاع طفيف في درجات الحراره على كافه الانحاء، والطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. في كمان ارتفاع في نسب الرطوبه، وده هيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع، هتكون بقيم تتراوح بين درجتين وثلاث درجات. درجه الحراره في القاهره النهارده 36، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 41، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 31 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.